وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من لندن المحلل الاقتصادي مصطفى البازركان. أستاذ مصطفى، بعد التحية، كيف قرأت أحدث بيانات النمو البريطاني والتي تتحدث عن تحقيق صفر نمو خلال الربع الأخير من عام 2022 ودلالة ذلك؟ طبعا هذه الأرقام تعطي واقعا يعني سلبيا للاقتصاد البريطاني، وهذا هو ما يمر به الاقتصاد البريطاني، فبالتالي بالكاد الاقتصاد البريطاني تفادى ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من العام الماضي، ولكن بالتأكيد الركود ينتظر الاقتصاد في هذا العام. لماذا؟ لأن هناك جملة عوامل رئيسية ثلاثة: الأول وهي خسائر كورونا، النقطة الثانية وهي خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تجاوزت 90 مليار دولار، وكذلك أيضا التزام بريطانيا بتقديم مساعداتها إلى أوكرانيا. هذا الذي جعل هناك قفزة في الدين العام للبريطاني بحدود يعني وصل الى 2.5 تريليون استرليني في شهر ديسمبر الماضي. 9.7 مليار استرليني هي فوائد الديون البريطانيه. هذا الذي يجعل ان هناك ما ينتظر الاقتصاد البريطاني أسوأ من الماضي، وهناك ارتفاع في التضخم، هناك البطاله، هناك الضرابات. هذه جميعها مشكلات تجعل الاقتصاد البريطاني هو الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعه السبع الذي يعاني من انكماش وركود متوقع. طيب، من وجهه نظر حضرتك، كيف تتوقع سيناريوهات التعامل مع الازمه الاقتصاديه في ظل ارتفاع نسب التضخم واضراب العديد كمان من القطاعات في بريطانيا؟ لا بديل عن وزاره الخزانه البريطانيه الا بزياده الدين العام، وهذه مشكله لا تواجه الحزب الحاكم فقط، حتى حزب العمال ليس لديه المعارض، ليس لديه أفكار أخرى، ولذلك حينما يكون هناك تعنت من جانب الحكومة بعدم منح المضربين ما يطلبونه بسبب ارتفاع التضخم، هذا الذي يجعل أنه قد تبحث بريطانيا عن استثمارات خارجية، قد تكون استثمارات خليجية، استثمارات أفريقية. هذه النقطة الأساسية التي لا بد من إدارة عجلة الاقتصاد، وإلا ستكون الفترة القادمة وحتى العام 2024 عاما قاسيا قبل الانتخابات العامة التي في ذلك العام. هل من المتوقع ان بسبب تغيير رؤساء الحكومة في بريطانيا هو لم يعد هناك خطة واضحة اقتصادية واضحة لديهم؟ هناك التخبط الاقتصادي خلال العام الماضي، وهناك ثلاث وزراء من حزب المحافظين، كان هناك تخبط اقتصادي، ولذلك اليوم رئيس الوزراء ووزير الخزانة يعملان جاهدين على تقديم برنامج اقتصادي، ولكن ضمن الممكن. الممكن صعب جدا، كما قلت ارتفاع الدين العام، ارتفاع البطالة، نسبة التضخم رسميا 10.5%، ولكن مستويات التضخم في المواد الغذائية تتجاوز 16%. صعوبة الحياة المعيشية في بريطانيا، هذا الذي يؤدي إلى يعني نتائج ليست يسيرة الحل، إيجاد حل لها. صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، المحلل الاقتصادي مصطفى البازركان، شكرا جزيلا لك.